السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. من جديد عدت إليكم في آخر التحديثات للنماذج العالمية لأحوال الطقس للأيام القليلة القادمة على المناطق الجزائرية، حيث إن شاء الله من المتوقع بحول الله تعالى بقاء المناطق الشرقية تحت تأثيرات تيارات شمالية وشمالية شرقية ستكون معتدلة، وتبقى درجة الحرارة باردة وشتوية خاصة في الفترات الليلية والصباحية. أما ما بعد الظهيرة للأيام القليلة القادمة على المناطق الشرقية ستكون درجة الحرارة معتدلة بحول الله تعالى. أما متابعينا الكرام، إلى غاية الأحد بحول الله تعالى أين ستلتحق الأجواء الحارة وموجة حر كما أشرنا سابقا على المناطق الغربية أو المناطق الوسطى، بالإضافة إلى المناطق الصحراوية، وسنسجل درجات حرارة ثلاثينية على المناطق الغربية بالإضافة إلى ولاية غليزان ولاية شلف. مناطق شمال الصحراء سنسجل ما يقارب 40 درجة إلى 41 درجة. مناطق أقصى الجنوب والمناطق الجنوبية الغربية درجة حرارة مرتفعة وستكون ما بين 42 إلى 45 درجة ابتداء من الأحد القادم الثاني من شهر جوان. إذن نشاط رعدي أيضا مترقب ومرتقب بحول الله تعالى على المناطق الصحراوية، وأجزاء كبيرة من المناطق الصحراوية ستشهد أجواء رعدة وأمطار بحول الله تعالى على المناطق الجنوبية الغربية ناحية تندوف ولاية بشار وولاية أدرار. أيضا المناطق الجنوبية الوسطى ناحية غرداية أيضا إلى غاية ولاية ورقلة أيضا تقريبا سنسجل أمطار غزيرة، بالإضافة إلى أنها ستكون رعدية الأيام القليلة القادمة على ولايات إليزي وولاية تمرست بحول الله تعالى. هذا متابعينا الكرام كان آخر للتحديثات للنماذج العالمية لأحوال الطقس لنهار اليوم. سأوفيكم بكل جديد أحوال الطقس وآخر التطورات بحول الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورمضان مبارك للجميع.